بطاقات يا شباب. تلفزيون. شو تلفزيون؟ بدنا البطاقات. نحن من التلفزيون. ما بعمل لي مشكلة أنا. للبطاقات. شو الأسماء؟ اسم. أنا أبو عمر. إيه. مين بدك؟ حضرتك. أنا محمد المعلم. حضرتك. أنا أديب حجين. لا مو أنت. في واحدة اسمها ليلى، واحدة فاتن، واحدة سماح. سماح و بدهم يجوا. ها؟ شباب نحن. أنتوا شباب بنات. ما بعرف مو أنتوا معناها. بدي بطاقات. بتحكي عن جد بتقدر من ذا؟ شو مزح أنا بقى؟ عن جد؟ في مزح يعني أنا واقف هون مشان البطاقات. آه على الفترة منين هي من هون؟ من هون. بس بدي بطاقات. والله. اسمح لي ببطاقات. حبيبي ها نحن من التلفزيون. ما في تلفزيون، غسالة، براد. والله زيت ما عم ينزل. ما في زيت. هاي السيارة مكتوب عليها دي. شو مكتوب عليها؟ التلفزيون. بدي اسماءكم. اسماء كيف الاستاذ فيصل، معنى الصالح، ابو سريه، ياسر خضره، يعني احنا زملاء. لو مع بعدين بطاقات هيك اعطوني بطاقات دعوه. لو وين هون؟ هات وحده. كنت جبتهم معي ليكم. بدنا وين ما نروحهم؟ لا اخي لا ما بمشي الحال. اعطيني صور ناس بدهم يجوا. ما بدي هيك. هي صوره ليلى. صور مين ليلى؟ ليكا. هني ليلى. ليلى سموره. ليلى سموره بدها تيجي هلا. عم بستناها اي عشان نستقبلها. ما بعرف يعني. جيبوا بطاقات تاعو. لا ما معكم سيارة. ما بنجيب لها بطاقات. منين طلعوا لنا فيها؟ كاميرون براها كلها. يا أبو عمر. أبو عمر. على أي طول إذا بزعل صار يكون ضروري تعظيم سلامة. أنا بدي هذا. لزمتها. طيب نحن عملنا معك. كثير. كثير.